الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم اعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. بسم الله الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أتأثري دخولك تحت قولي أن جعلت لي أحمد النبي وأجمل منك يا رسول الله لم ترقت عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنما قد خلقت كما تشاء. صلاة السلام عليك يا رسول الله. صلاة السلام عليك يا حبيب الله. صلاة السلام عليك يا خير خلق الله يا محمد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. طبعا عليكم سؤال باب يعني نمشيو شي ثقافة عامة وسؤال تعديلي. ما المقصود؟ حنا كنقولوا واحد صلي على محمد يقولوا عليه الصلاة والسلام صح ولا لا؟ ما معنى أنه حنا نصليو على النبي صلى الله عليه وسلم؟ واش معنى؟ ما معنى الصلاة على النبي؟ حنا كبشر كمخلوق والملائكة نصلي على النبي. تفضلي؟ نبلغه سلام سلام. الصلاة المخلوق للمخلوق فهي دعاء له دعوة هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اسمها دعوة لأنه بشر كما احنا تمام. الملائكة ثاني تدعي ربي باش دعاء الله عز وجل احنا كنا نرجو رحمة الله عز وجل كما هو. السؤال الثاني ما معنى صلاة الرب للعبد؟ يقول ربي سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالسؤال مطروح فما معنى صلاة الله عز وجل على رسوله أو على نبيه؟ هل ربي حتى هو يدعي له؟ إذا هنا نشوف الاختلافات. فصلاة العبد للعبد فهي دعاء لله عز وجل. أما صلاة الرب أو الله عز وجل لنبيه محمد فهي رحمة ومغفرة. مباشرة كي تكون من الأعلى من الأعلى الأسفل فهي رحمة ومغفرة لأنه هو الله عز وجل هو اللي يرحمنا وهو اللي يغفر لنا. ما يصلحش يقولوا ربي سبحانه يدعي له. تمام الله لما يدعو؟ هناك إله واحد أحد. صلي على محمد. لو كان حوايج نقولوها في كيما يفهموهاش ممكن نقولوها بالعادة نقولوا صلي على محمد نقولوا عليه الصلاة والسلام بس ماناش فاهمين واش معنى كلمة صلى الله عليه وسلم. تمام. بسم الله نبداو إن شاء الله. بعد ما عطيناكم الوقت فرصة للمحاولة عطيناكم قريب على ربع ساعة ربع ساعة وانتم تحاولوا وحدكم في التمرين ضعوا الأقلام وراح نبداو نصلحوا مع بعض. أول حاجة قبل ما نبدأ نشكر بزاف الطلبة الله يبارك يشرفونا وجابوا 20 في الرياضيات و20 في الفيزياء أعطيهم تحية بالمناسبة. الله يبارك فيكم بزاف الطلبة اللي جابوا لنا 20 فرحونا تسمى بالنسبة للطلبة اللي ما جابوش العلامة هذه حنا قلنا الأولاد ويسمعوا فينا الأولية تاعكم. كاين طلبة اللي دخلوا شوية لوطار كاين طلبة اللي كان واحد الأمور ما نحكيوهاش تاع الطريق التصحيح ومنا وكذا أنا ما نحبش ندخل فيها فهمتوا لا؟ حنا الهضرة تاعنا دائما الكلام تاعنا هو العمل ما نحبش ندخل في الأمور كذا
العمل لازم يخدم كما درك عطيتكم مثلا تخدم وحدكم. انا قاعد نشوف في بعض الطلبه ما يخدموش، انا نشوف في بعض الطلبه ما قاعدين يسلموا بالحل. هذه اللي نهضروا عليها، هذه الملاحظات اللي نتكلموا عليها. انا الاستاذ اعطاني وظيفه، هذه راهي وظيفه تصحح الوظيفه، عطيتها لكم اسبوع، بعض الطلبه ما جابوش، اغلبيه تاع ما جابوش وظيفه. ها المفروض نروح نقول لكم روح اطلب، والله ما تدخلوا عندي. عطينا لكم فرصه قلنا معليش، عطينا لكم ربع ساعه قلنا لكم حاول، ليه ما حاولش؟ هذه قلنا الخدمه يا شيخ زيد حركه من فضلك، حاجه كي تطيح خديها صح يبدا الله يخلص لك تمام. هنا نفهموا بلي كاين تلميذ اللي يخدم وكاين تلميذ اللي ما يخدمش. نبداو بسم الله على بركة الله، نبداو بالعملية. قلنا أحسن ما يلي مع كتاب طريقة الحساب، يعني نفهمو نخدمو كيفاش نخدم، كيفاش خدمت، كيفاش لقيت النتيجة، ما تمديش النتيجة زائد أربعة هكذا، تمدي المراحل تاع الحل. حنا قلنا المرة اللي فاتت الطلبة اللي ما حضروش ولا اللي جاو جدد كيما اللي ساهزين، قلنا لا نستطيع إجراء عملية جمع عددين أو طرح عددين، لا نستطيع إجراء هذه العملية، لماذا؟ لأنه بيناتهم مش كامل. عملية ناقص، واش ندير؟ ردوا عملية جمع، حنا نعرفوا كيفاش نجمعوا، بصح حنا نطرحوا ما نجموش، كيفاش نديروا يا أستاذ؟ راح نغيروا إشارة الناقص ردوها زائد، كيف ردوها زائد؟ هكذا؟ لا، راح نديروها زائد، بصح نغيروا الإشارة اللي تكون بسيلة سويفون، واش معنى سويفون؟ يعني الإشارة الأمامية اللي جاية، دونك واش نكتب هنا؟ اسمع مليح، راح نكتبها تساوي زائد خمسة، اسمع مليح، هذه واش كانت؟ ناقص. راح ردوها زائد، اما اشارة ناقص اثنين راح تتعكس واش ترجع؟ زائد اثنين. إذا كان زائد اثنين ترجع ناقص اثنين. نطبق القاعدة، هل للعددين نفس الإشارة أم مختلفين؟ إذا كان للعددين تقول القاعدة نفس الإشارة واش نديروا؟ نجمعهم، خمسة زائد اثنين خمسة. زائد سبعة. سبعة، ونضع إشارة الأكبر أو إشارة مشتركة. زائد سبعة. دونك هذه هي النتيجة، رفع صبعك شكون اللي قال النتيجة؟ يعطيك الصحة، غلبية القسم، برافو. روح العملية الثانية، لاحظوا العملية الثانية هل جاينا ناقصوا؟ هذه عملية لا ما فيهاش مشكل. واش ندير؟ نجي العملية مباشرة، ها. هل العددان لهما نفس الإشارة ولا مختلفان؟ مختلفان معناها نطرح، نطرحوه. كي نقولوا نطرحوه معناها نطرح أكبر من الأصل. يا بلغوي شنو نقولوا؟ نطرحوا ثلاثة من تسعة. تسمى راك تنقص ثلاثة من تسعة، تسعة هي الكبيرة. لكن الرياضيين يقولوا تسعة ناقص ثلاثة. وعيد رياضي يقولوا تسعة ناقص ثلاثة، لكن لغوي نقول نطرح ثلاثة من تسعة. صح؟ إذا كي تجيب بيدون وتنحي منه كاس تاع ماء، واش تقول لغوي؟ نقصت واش؟ كاس ماء من واش؟ من البيدون. يعني نقصت الصغير من الكبير. من الكبير. بصح رياضي واش معناها؟ رياضي هو البيدون ناقص الكاس. صح ولا؟ فهمت؟ إذا بغينا نهضروها لغوي نقولوا بيطرح ثلاثة من تسعة. أما رياضي يقولوا تسعة ناقص ثلاثة كم؟ ستة. والله إشارة أكبر أيهما أكبر؟ بالكلمة المطلقة يعني ما تشوفوليش إشارات أيهما أكبر؟ تسعة. نحطوا الإشارة تاعها وش الإشارة تاع تسعة؟ ناقص. دونك النتيجة تعطينا ناقص. أعيد العددان مختلفين في الإشارة نطرحوه، نطرح كبير من الصغير، تسعة ناقص ثلاثة ستة، ونحطوا الإشارة الأكبر الأقوى. شكون يكثر؟ تسعة ولا ثلاثة؟ شوف ما قلتش شكون يكثر ناقص تسعة ولا كام؟ كون قلت لك الكلام تاعي خاطئ. إذا قلت أيهما أكبر ناقص تسعة أم زائد ثلاثة راح تقول لي زائد ثلاثة أكبر. لأن يعني ناقص تسعة راهي أعماق أي في البحر تاع أعماق البئر. تمام؟ شكون يكثر ناقص تسعة ولا زائد ثلاثة؟ زائد ثلاثة أكبر. تمام؟ لكن واش قلت أنا أيهما أكبر؟ تسعة أم ثلاثة؟ تسعة. شوف ما درتش إشارة تسعة نزل إشارة تحت ناقص. تمام؟ العملية الأولى هل العملية نجمو نجريوها؟ لا علاه؟ لأنه كاين مشكل. قلنا هذا وش يسمينا الباب؟ مشكل. قال لي الأستاذ قال لي كي تكون إشارة النقص بين عددين راه مشكل. نحيو المشكل. زائد ثلاثة نكتبوها كيما هي ما نغيروهاش. شت النقص هذي؟ ردوها زائد. ردوها زائد. بصح واش ندير؟ نغيرو الإشارة اللي قلت لك. كانت زي خمسة وترجع ناقص خمسة. هاي ناقص خمسة.
نشوف ترى هل العدد لهم نفس الإشارة؟ لا. دونك جمعوهم ولا طرحوهم؟ طرحوهم. ما طرحوهم، شو تساوي تجي دائما تساوي قلت تجي تحت تساوي. كيف نطرحوهم؟ كبير من السن، خمسة ناقص سنة. ونضع إشارة أكبر، شكون أكبر؟ خمسة، لازم إشارة لتحت. ناقص. هاي ناقص. دونك العدد هو النتيجة هي ناقص. أنتم منين جبتوا الناقص هذه؟ زيد إشارة أكبر. منين جبتوا الناقص هذه؟ إشارة أكبر، إشارة تسعة. العملية الموالية والأخيرة ناقص 0.5 زائد زائد 10، هل العدد العملية نجم نخدموها ساعة ولا؟ لا لا ما عنديش مشكلة. هل العدد لهما نفس الإشارة؟ لا. انتبه مليح لهما نفس الإشارة؟ لا. لا واش نديرو نجمعوهم ولا نطرحوهم؟ 10 ناقص 0.5 9.5 شوف كيفاش كتب 9.5 الجزء الصحيح كتبو كبير والعشوري كتبو صغير شوف هذه داخلة بالدقة تاع الرياضية. أيهما أكبر؟ مش هو اللي صار عطي احسن احسن نجمو نجرو العمليه هذه شيخ كاين مشكله شوف كاين مشكل واش هو بيناتهم كاين اشارة ناقص بس ردوها واش زائد واش عليها زائد واش رايك بالدفع في الرياضيات ناقص ردوها زائد هكذا دون دون دفع الضريبه واش هي الضريبه اللي نفهمها انه نغير الاشاره لي اللي بعد المواليه كانت زائد واش ترجع ناقص الخطا تاع زميلكم قلت له استاذ راه عندك خطا لك هنا هي زائد فاصل خمسه زائد خمسه راك غلطت استاذ كتبتها ناقص خمسه ها هو هل هو خطا؟ لا نقوم بتغيير اشاره بين العدد مليح شو اللي تقبل من فات السؤال رقم اثنين انا بغيت نوضح الطلبه اللي ما حضروش هذا العمليه اللي فيها اربعه ارقام وقلت لكم تجيو تخدموا تاع خمسه سته سبعه تمام راح نمد عمليه من عندي هنا باش يزيد في مولاي يا مولاي راح نمد لكم عمليه من عندي هنا واش تقول عمليه اسمعوا مليح او في سي احنا نقول ان شاء الله في الفصل الثاني الدوزيام تريمستر فصل اثنين فصل ثاني اعطيك عمليه من عندي زائد سبعه ناقص زائد ثلاثه زائد ناقص خمسه ناقص زائد عشره لاحظوا قداش فيها الرقم العدد المتعدد السلسله هذه الولاد في الفيديو رقم اثنين تلقاهم حنا درنا ثلاث فيديوهات اسم هذا الفيديو اللايف هذا راه الثالث راه عندكم زوج اسم هذا الثالث اذا بنا طالب يتبع على ال يتبع يركز مع الفيديوهات لاحظوا قداش فيها طالب يتبع قداش كاين طلبه اللي ما حضروش واحد اثنين ثلاثة أربعة دونك سلسلة عمليات تظن قداش فيها أربعة أعداد أول حاجة نديرها مش نبدا نجمع ونبدا نطرح أول حاجة نقضي على المشكل نشوف وراها المشاكل يعني هنا عندي نقص دونك هذا مشكل نمشي بيناتهم زايد ملاح نمشي بيناتهم نقص هذا مشكل دونك قداش السلسلة هذه قداش عندي مشاكل عندي اثنين اسمهم مليح عندي زوز مشاكل المشكل أستاذ ماذا تقسم المشكل كي نلقى النقص بين عددين كي معايا العطف نبدا او تو سيف هاي روحي ترى العطف شوف كاس كي فهمتي ما فهمتيش هل زائد سبعه بغيروها لا نبقاها كما هي زائد سبعه ايوا نقص شنو الدور زائد هي
ممتاز. ونغيروا الاشاره تاع واش الاماميه، كان زايد ثلاثه واش ترجع؟ هاو تنحى المشكله، ولات زايد. نوصل زائد ناقص خمسه، زائد زائد ناقص خمسه، زائد ناقص هذه واش ترجع؟ زائد زائد 10 ناقص نغيروها ترجع ناقص. شوف لك من علامات الطرد الممتازه، من علامات التلميذ الممتاز هو التركيز اثناء الشرح، معليش ما كاينش مشكل. لكن من علامات الطرد الممتاز الثاني انه كيعود يشوف السبوره والاستاذ قاعد يحل قبل ما الاستاذ ماركار تاع الشيخ يبدا يكتب، وكانه هو قاعد يمل عليه داخليا. داخليا قاعد يمل على الاستاذ، يقول ترجع زائد هذيك تسمى ترجع ناقص، والاستاذ مازال ما كتبهاش. كي يكتب الاستاذ هنا واش يقول؟ واش يقول الطرد في قلبه؟ يقول ايه كما قلتها انا. هذه علامات الطرد الممتاز واللي يخدم مع الاستاذ بطريقه دقيقه. وفرق بين تيمير راهو قاعد يشوف مع الاستاذ وسهل. فرق بين تلميذ وقاعد يتفرج مع الاستاذ وقاعد يثور. تمد في طاقه سلبيه، تمد في طاقه سلبيه الاستاذ. الاستاذ هو يشرح وانا نثور قدامه. يعني كان يقول الاستاذ نحن نبي. احنا قلنا الطالب لازم دائما تكون عنده هذيك النظره الدقيقه جدا نتاع القد. كيفاش؟ تحكي روح الشيخ اني معاك. خشتو القد ولا تعبوا ولا؟ كيف النظره تاعو؟ هل يشوفك بعينه هكا؟ خلينا القد هذاك راح يقيد. ها؟ نحبوا القد هذاك راح يصيد. كيف يدير يدو يدير هكا ويحدق الفريسه تاعو، هذا هو التركيز، على بال التركيز. نحب عينيك معايا تقبيل طاح ستيلو وزيته، صح ولا خطا؟ طاح ستيلو ما نهزوش، نبقى نتبع مع الاستاذ. كي يدير الشيخ بوز نهز ستيلو، لكن الاستاذ يشرح وانا نهز ستيلو هذا خطا. اشي راني نخدم على العين، عينك معايا ولا لا؟ نشتي نخدم على الطرب وعينيه معايا. استاذ روح استاذ لكن حيك مشكل. الخطوه الثانيه راح نبدا الترتيب. شنو هذا الترتيب؟ المشبهين يجي وحدهم والسالبين واحد. شوف هذا دايما شاف كيما نقولوا هنا مركبه واحد، هذا في كلمه سلبيه جا وحدهم ولا وهذا في القعده مش باش جات واحد. علاش؟ باش يكونوا في كلمه سلبيه نجمعهم كل ما بعضهم نحطوا سلب، وكي يكونوا مثلا 10 مشبهين نجمعهم مع بعضهم نحطوا فرد واحده مشبه. كيما نقولوا هنا الذكور في جهه والاناث في جهه. كمان طفلة زائد طفلة زائد طفلة زائد طفلة نجمعوا البنات الكل ونحطوا زائد الطفل زائد طفل زائد طفل نجمعوا الأولاد الكل ونحطوا ناقص طفل. فرضنا فرضنا بالطرد ناقص. جميل لاحظوا هنا واش راح ندير؟ زائد سبعة هذه نضبطها كيما هي بس ما عندهاش خطأ. زائد سبعة ما نبداش نجمع زائد سبعة مع زائد ناقص طفل، هي صحيحة بصح راني قاعد نعطيك في الطريقة الممتازة كذا تخدم أون بلوك. سموها طريقة لو ترافاي اون بلوك. أعيد هكا نجم نخدم عادلة بصح نعطيك الطريقة الممتازة الترتيب وتخدم اون بلوك. شوف كيفاه اون بلوك زايد شتان في ثلاثة سيربين ولا نجمعوهم كل 10 من 5 15 جاوب على السؤال يا شيخ. 10 زايد 5 15 زايد 3 والله إشارة مشتركة وضحكة. يا شيخ ما فهمتكش واش درت الاستاذ. هذا سلب وهذا سلب وهذا سلب جمعتهم في ثلاثه هاي 18 وحطيت الاشاره مشتركه. شوفوا لك السلسله كانت تضم اربع ارقام صح ولا اصبحت تضم رقمين، يعني السلسله اصبحت تشبه التمرين اللي كنا نحلو فيه قبل التواضيط. صح شوف درك ترى هل هما نفس الاشاره ولا مختلفين؟ مختلفين. نجمو ولا نطرح؟ نطرح تبع مني 18 ناقص 7 11 والله هذا إشارة أكبر. هذه شوف فيك إيش ناقص قبل كل شيء خبيش ناقص راني نشوف نشوف الطلبة اللي راهم مركزين معايا ولا لك ماكش مركز معايا أنت. إذا أو تساوي ناقص 11 واضح ولا مش واضح؟ مفهوم. إذا أعيد نقضي على المشكل الترتيب رد السالبين واحد والموجبين واحد ونخدم اون بلوك. قد واحد يقول لي استاذ انا خدمت بطريقه اخرى، نقول له تفضل مشي الطريقه تاعك. يقول لي استاذ خدمت هذا مع هذا نطرح كذا، البك هيك الطريقه تولي تخدم بالكعبه وتضيع في الوقت. وتضيع في الوقت. تكون تجيك سلسله تاع 10 سابون جي تو، راح تضيع الوقت. فهمين؟ لا نخدموا الموجبين كل نجملوهم وحدهم، والسلبين نجملوهم وحدهم، نجموا الموجبين كل نحطوا زايد عدد هذاك، ونجموا السلبين كل نحطوا ناقص عدد هذاك. هنا ممكن كاين طالب وقاعد يتساءل يقول لك استاذ اني ما فهمتش اني جبت ناقص 18 ويتساءل
متى مثلا ناقص 3 وناقص 5 وناقص 10 لا هو نفس الإشارة ولا نجمو 18 ليش بنا ناقص حقينا عندك طريقتين يا تقول نحطوا الإشارة المشتركة ولا تقول حط إشارة لك صح كذلك اللي ما حضرش الدرس ممكن هو قاعد يتساءل يقول كيفاش يا أستاذ هم سالبين وأنت جمعتهم هم سالبين كيفاش جمعتهم القاعدة تكون كي قلنا كي يقولوا من نفس الإشارة نجمع من نفس الإشارة نجمع أنت معلمة نحط زوج نقاط وزدت نحط خمس نقاط قديش نحط زوج وزدت نحط خمس نحط سبعة كيفاش لقيتي سبعة مالغري نحط أستاذ نحط زوج نقاط وزدت نحط خمس ايوا بسم الله وليش نطرحوا؟ لانه العقل واش يقول لك؟ العقل البسيط واش يقول لك؟ يقول لك مادام هذه سالبه سالبه اذا نطرحوا اي ناقص ناقص صح ولا مش صح؟ يعني بيناتنا انت كي تشوف ناقص ناقص تقول نطرح صح ولا؟ بصح شوف القاعده واش تقول؟ كي يكونوا من نفس الاشاره نجموا هم طافين عطينا نجمع سبعه ونضع اشاره اكبر هو المشترك ناقص تمام الاشاره واضحه البدولة مليح ننتقل للسؤال الثالث قلنا السؤال علم على مشتقين مدرج علم على مشتقين مدرج طول وحدته هي 1 سنتيمتر يعني كي شرح نصمو مشتقين نديرو كشوف راح نديرو مصدر هذا مبدا هو دونك من بين وحده وبين وحده كيفاش نديرو 1 سنتيمتر واحد دونك نديرو دائما واحد تمشي ب 1 سنتيمتر تمام هذا شنو نقصدو بوحده يعني تدريجا كلاجه كل وحده تمشي ب 1 سنتيمتر واضح يعني نتوما ديرو مربعات تاعكم النص تاعكم واش قلنا مريفة؟ تكلمنا عن المشتقين المدرج هذا هنا هو في الحقيقة يترسم بطريقة البير قلت وانا نفضل ان نرسم بطريقة البير باش البير ذلك هذا هو الجهة الموجبة هذه هي الأرض سطح الأرض هي أو يعني الصفر كي راه في تحت واش معناها؟ نقولوا ناقص واحد ناقص اثنين تسمى كي راه في تحت معناها قاعد نحفر جبت الفاس وقاعد نحفر هبط بمتر شوف كلمة هبط معناها ناقص هبط بزوج مترات هبط بثلاث مترات تسمى راني داخل الأرض راني قاعد نحفر الدرج أما كي نحب نطلع هي عقيدة السلوك نطلع بمتر زائد واحد زائد اثنين زائد ثلاثة وروح دونك تفهم أنت بلي هذه الجهة الموجبة وهذه الجهة السلوك هذا اسمه مشتقين مدرج بطريقة البئر العمود وهو دقيق جدا بيخلي الطلب يفهم لكن بالنسبه هنا في القسم تبع المستقيم والمدرج تاعنا راح نديروه بطريقه افقيه طبعا مستقيم والمدرج قسم خط افقي هذا هو قوته وهو في نفس الوقت يمثل مبدا المعنى الخط الوحده هاي 1 سنتيمتر هذه زائد 2 هذه زائد 3 هذه زائد 4 هذه زائد 5 نرجع لورا هذه ناقص 1 هذه ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 وروح تمام للتوضيح فقط الطلبه اللي ما حضروش المفروض الاولاد ما نعلمش ما نكتبش سمعليش نكتب لكم باش تكون مليح دونك هذه صفر هذه زائد 1 هذه زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 نرجع لورا ناقص 1 ناقص 1 كيف نعرفوا القبله تاعنا كيف تعرف وين تصلي يعني الجهه الموجبه هو اتجاهها او بعد يقول لك حمزه اي من الجهه الموجبه ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ان شاء الله كي تقراوا الاشعه هذا اسمه مستقيم موجه بالوحده اللي نسميوها الشعاعي الشعاع له جهه العدد القبلة تاع يقول لك هاي الجهة هذا هو الشعاع تقراو ان شاء الله في اطار ان شاء الله قدام تقراو بلي هذا هو الشعاع ورمزه مثلا اي الشعاعي الشعاع واش يمتاز عنده بداية تاعو وعنده جهة
وعندو الحقل تاعو يعني قداش الميلان تاعو، وعندو الطول، الطول تاعو كان مثلا 1 سنتيمتر، تمام؟ الطول تاع اي يساوي 1 سنتيمتر، اوكي سمعك ما يسمعش كل شيء، اوكي سمعك، فوالا، دونك هذه هي ميزة الشعاع، مازال ما تقراوهاش، قلنا تقراوها بلي طرش، تفضل. شيخ الشعاع الشيخ مقدار كامل تاع الموج واحد متوسط فيه. أليس احنا قلنا هو جانب ما تطيحش عليهم باش تسيله حتى قدامك. تمام قدامك شنو تطيح اصلا؟ فوالا هذا هو الشعاع. يعني بالنسبة لكم انتوما شوفوا كاين شعاع هناك وانا جهة لجهة وقداش الطول تاعو 1 سنتيمتر فقط. تمام دونك نبداو. واش قلنا؟ قلنا علم. واش معنى نعلم؟ انا نحطو روح نعينو النقط هاذو بالفضيل الفواصل تاعهم هي باللون الازرق، هاذي اسمهم الفواصل، فواصل النقط باللون الازرق. بون الفاصلة الأولى تاع أ هي ناقص 2.5، دونك أنا راني في أو، واش رايك؟ وأنا فيها ناقص 2.5، نتقدم نحو الأمام ولا نرجع الخلف؟ كيفاش نرجع الخلف؟ بزوز كراجات ونصف، بزوز وحدات ونصف، هاذي نحط يدي هنا شوف هاذي. ناقص 2.5 ناقص 1 ناقص 2.5 دونك هذه هي ديروا بالطريقه هذه باش نفهموها مليح. هذه هي أ هاي أ وديروا بين قوسين ناقص 2.5 باش كل ما فهمش الولاد ناقص 2.5 هاي أو تاعك دائما المبدا تاعك هو هذا هو الرسم تاعك هذه هي الدار تاعنا وين نسكن هذا هو المرجع سموه المرجع تاعنا هذا هو أو بالفاصلة صفر ناقص 2.5 تسمى نرجع للورا بواش تدريجتين ونصف تدريجة 2.5 سهلة الولاد كي تعبوا تلعبوا لاميز انتوما تلعبوا لاميز تمام ولا لا؟ خلاص روحوا لبي صفر بي صفر تسمى تقع هنا هنا بعدا بي فاصلة هو صفر لاحظوا واش قلت قلت فاصلتها لازم نتعلم لحظه نتعلم فاصلتها سي هاينو او واش ما نغلطوش سي زائد 3.5 نرجع هنا الاو تاعي زائد 3.5 نحو الامام ولا الخلف؟ امام زائد 1 زائد 2 زائد 3 4.5 ونصف احسنت نشكر الطلبه اللي قاعدين مركزين معايا نشكركم بزاف سي زائد 3.5 حسن دي صفر فاصلة هذه بزاف ترى ما عرفوهاش وراح صفر فاصلة الشيخ من نوع الشيخ ما نحبش واحد يقول لي شيخ تفضل طعم صفر بنص يعني نص تدريجة نص تدريجة ديرش خطوة نص خطوة نص نص خطوة نحو الأمام نحو الوراء نحو الوراء الشيخ زايد ايش مشيت زايدا دونك نحط نكتبها هنا باش ما تخلطوش الامور دي زائد 0.5 شفت كيما درت لهم فيريس قال يقول لي ناقص 0.5 النقطة الأخيرة أو فاصلتها ناقص 1 وراحت ناقص 1 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 تعاين النقطة قلنا بالعلامة الإكس اللي اسمها دي هي او عفوا او ناقص 4 ناقص 4 احسنت تربي انا بتصايغ كمل المره اللي فاتت قلت لكم واحد الحاجه تبع من قلت لكم واحد الحاجه باللي الهدف الاسمى من المشتق المدرج هو معرفه شكون هو الكبير وشكون هو الصغير شوف هكا بعد كيشغل دار الله شاهد نعطيك مثال انت كنت تروح الكوشه توصل الكوشه بعد يقول لك مول الكوشه يقول لك دير دير الصفر اش كنت بعينك تعرف شنو تعرف شكون هو الاول وشكون الاخر كيفاش تعرف؟ شوف الحساب اللي جا قدام هو الاول واللي جا الاخير هو الاخر صح شوف انا مداني الصفر شكون اللي فاشل شكون هو الاول؟ زيد هي نقطة السي تابعها شكون؟ زيد دي ما تنساش دي جات من بعد جي بعد شكون؟ بعد شكون؟ لاحظ بلي مستقيم الدرج علم كلاشات راهم دايرين الصفر وهذا يساعدني في معرفة الإجابة على السؤال رتب فواصل النقط ترتيب تصاعد شنو كلمة تصاعد يقول
إذا هذا المستقيم الدرج هو يعطينا الترتيب. نرجع للدرج نقولوا ترتيب النقطة ترتيب تصاعدي. مش قال لي مستوى تصاعدي معناه من الأسفل من الأصغر إلى الأكبر. شكون السير؟ ها مكتوب هنا بالكتب هو أ. نكتبو أ هذا البلد يشرح برك نكتب شي في الامتحان. أ بعد شي شكون؟ أ بعد شي أ بعد شي شكون؟ بي بعد شي بي بعد شكون؟ دي بعد شي سي. هذا الدخل هو الدخل بعد هذا بعد هذا بعد هذا بعد هذا صايب؟ بون نكتبها بطريقة رياضية. دونك راح نقولوا شكون هي او فاصلة كام ناقص اربعة او كان كنكتب الفواصل مش النقطة الفواصل. بون كادي نكتب فاصلة تاعها وش هي؟ هاي ناقص اربعة. واش رايك ناقص هذا اللي تحتاني قولوا له اقل ولا اكبر من هذا؟ اقل اقل, أقل. هاي كيف تكتب اقل تكتبها بلون مخالف. اعطيني تاع ا ناقص اربعة. احسنت. من بعد اعطيني تاع ب صفر. احسنت. بعد اعطيني تاع ب تكتب بعد اعطيني تاع زيد هات هنا اقل 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 اقل. منين شفناهم من الفواصل؟ شفناهم من فوق. هذا هبطنا هذا هبطنا الفاصلة تاعو هبطنا الفاصلة تاعو هبطنا الفاصلة تاعو هبطنا الفاصلة. ولا تشوفوا انتم ديريكتوم في مستقيم المدرج شوفوه كأرقام الوجه شوفوه كفواصل. واش نكتبوا؟ نكتبوا ناقص أربعة. ما نقولوش نكتبوا فواصل ناقص أربعة أقل من ناقص نيباس خمسة أقل من الصفر أقل من صفر فاصل خمسة أقل من ثلاثة فاصل خمسة. أقرأ السؤال فهموا السؤال ليش الجواب. رتب فواصل يعني النواظر مش النقط واضح ولا؟ واضح البنت؟ ما كان السؤال؟ احسب مسافتي ا دي و دي سي هذه تكلمنا عليها كيفاش نحسب الفاصلة في الصليفات. نطرحوا الفاصلة الكبيرة ناقص الفاصلة الصغيرة شفتوا عليها ولا؟ إذا حساب المسافة أو الطول وش المسافة ا حساب المسافة ا دي كيفاش نحسب المسافة؟ المسافة ا دي شو نكتبها؟ ا دي عفوا هي فرق فاصلتين ا دي. بس واش يقول؟ يقول لازم تعرف شكون هو اللي كثر من خوك. علاه يقول هنا لازم الشاشة هذه تشوف فيها شكون لاحظوا له شكون أكبر؟ أيهما أكبر؟ أ ولا دي؟ دي هاي جات أ وهي جات دي. شكون يكثر؟ دي جات هي الأمام وأ جات خلفها. دونك شنو راك نقول؟ راح نقولوا فاصل دي ناقص فاصلة أ. شوف كيف نكتبها إكس هذه شنو نقول؟ فاصل فاصل دي ناقص فاصلة أ. شكون ما فهمش علاه قلت دي ناقص أ؟ علاه ما قلتش أ ناقص دي؟ ساكا الشيء شكون ما فهمش؟ شكون اللي ما فهمش؟ نديرو فاصلة كبيرة ناقص فاصلة واضحة؟ نعوض أعطيني فاصل دي ناقص فاصلة أ. كيفاش فاصل دي؟ صفر 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 السؤال رقم واحد يدينا به شفتوا عليه ولا ناقص فاصلة أ. شو بها نساء عادي؟ أنا عندي مشكل عندي ناقص الوسط نجمو نشوها؟ لا يعني القانون بعد القانون بعد هو ما فيه مشكل هو هذا القانون نكتبوه بس من بعد كي تبدا تعوض راح يكون فيه مشكل. واش نديرو؟ راح يستبدلو الناقص هذه بواش؟ زائد دونك نهبطو هذه عادي زائد صفر فاصل خمسة نحيو الناقص ردوها زائد وناقص صفر فاصل خمسة ردوها زائد لأننا لا نستطيع نجري عملية عملية فرق فهمت؟ نجمو نطرحو نجمو 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 ن
سهل بسيط بسيط. الحكم مش شرط اكبر، دونك النتيجه تاع كذا زي كذا، يعني المسافه من ال دي هي كذا. كيف نديروا التحقيق؟ هذه اسمها سندس، وهذه اسمها فرح. لقيت باللي بيناتهم كاينه ثلاث كراجات. كيف نديروا التحقيق؟ شيخ نروح للشكل، نروحوا للشكل ونحسبوا قداش الكراجه من ال دي ورحت ا هاك ورحت دي. شوفوا ترى تحسبوا لي من ال دي قداش عندك الكراجه؟ هذا نص ولا نص ولا نص قداش؟ واحد واحد مثلا أربعة. شنو قال أربعة؟ أبغاك تدي عقوبة شيخ معي لأنه قاعد تتكلم هكذا عشوائيا. تمام شو قولي قداش؟ ثلاثة. واحد اثنين، هل هذا واحد ولا نص؟ نص. هذا نص؟ نص. واحد واثنين ونص ونص قداش؟ ثلاثة. يا سلام وضعوا لا لي ما فهمش يا سيدي. شوف المسافة دي سي، رد بالك تغش، رد بالك تغش وتروح تحسبها بالشكل، الشكل تحقوا به، الشكل تحقوا به. حساب المسافة دي سي واش قال لي الاستاذ؟ رجع استاذ يكتب دي سي، متاكد صح شكون هو اللي صاحب الفاصله الاكبر؟ ولا نشوفوها من الشاشه. وراح دي هاك، وراح سي هاك، شكون اللي متقدم على الخطاب؟ سي سي. دونك نقولوا فاصله سي ناقص فاصله دي. واضح ولا؟ نعم. بون تساوي نعاودوا فاصله سي بالقيمه تاعها ناقص فاصله دي بالقيمه تاعها. أعطيني فاصلة سي. زائد كذا فاصلة. أعطيني فاصلة دي. زائد فاصلة. كيفاش؟ مشكل. مشكل لا. نحيو المشكل. وزائد كذا فاصلة خمسة. ناقص. نقلبوها زائد. وزائد هذه نقلبوها ناقص. غيروها ناقص. هل هما نفس الإشارة مقتربين؟ لا. نجمع الأطراف. كذا فاصلة خمسة نحيلها صفر فاصلة خمسة. نضع إشارة أكبر. قالت بين دي وسي كاين ثلاث كلاجات، ثبت روحك ترى. بين دي وبين سي قالت ثلاث كلاجات، هل هذا صحيح؟ نعم.